إذن تورشيليز ثيرم، نظرية تورشيلي مبنية على نفس فكرة بيرنوليز إيكويشن. لو عندي أنا هون ريزرفوار وريزرفوار في ليكويد، طبعا هون عندي النقطة راح أفترض هون إنه عندي هاي بي إس آي جيج أو جيج بريشر زيرو بي إس آي. كل فاهم فكرة هذه إنه بعتبر إنه الأتموسفيريك بريشر، إذا أنا الضغط تبعي مساوي ل 1 أتموسفيريك بريشر بعتبر إنه الضغط النسبي أو الجيج بريشر عندي في زيرو. وجينا طلعنا الآن هون على هاد، هذا راح يطلع عندي هون بسرعة معينة. ولو فرضنا مثلا إنه أنا جيت هون فتحت فتحة ثانية هون راح تكون السرعة أقل، ولو فتحت فتحة ثالثة من هون راح تكون السرعة أقل. تمام مزبوط هيك. هدول كيف أنا عبرت عن السرعات الثلاثة اللي هم أقل من بعض؟ واضح هذا، شوفوا قديش مشي هون، كلهم بيتعرضوا لنفس ضغط الجاذبية، بس هذا لأنه سرعته أعلى. فإحنا هون بنقول إنه V1 أكبر من V2 أكبر من V0. ولو جينا قارنا الآن، حطينا هون هاي النقطة الأولى، حطينا أول شيء النقطة الثانية هون، بعدين بدنا نطبق برنوليز إيكويشن على هذول الثلاثة من هون. وين أعلى الضغط راح يكون؟ هذا راح يكون أعلى ضغط، هذا الضغط هون راح يكون أقل، وهذا الضغط راح يكون أقل. وإحنا في عندنا معادلة بتحول الهيد لضغط، مش هيك؟ إيش هي؟ قلنا البريشر بتساوي رو جي أو دلتا اتش إذا بدك تاخذها بهاي الحالة. فإكس صارت عندي هاي دلتا اتش أو هاي دلتا اتش أو هاي كلها من هون دلتا اتش. في الثلاث حالات عندي اتشز مختلفة، فالبي اللي هون راح تختلف. طبعا إحنا هون جيج بريشر، بنحكي عن جيج بريشر، أهملنا الضغط الجوي، فاعتبرنا إنه الضغط الجيج بريشر هون زيرو والجيج بريشر هون، هو في واحد ضغط جوي، بس إذا أنا بعمل ريفرنس تبعي هو الضغط الجوي بقدر أهمل هذا الضغط، فبركز على الضغط اللي ناشئ عن الدنسيتي تبعت الليكويد وتسارع الجاذبية. فصارت عندي هذه العلاقة هون بين P و H، فراح يصير عندي هون إذا هذه سميناها H3 أو دلتا H3 إذا بدكم، وهاي راح نسميها دلتا H2، وهاي راح نسميها دلتا H1. هذا راح يصير عندي هون هذه P3 وهذه P2 وهاي P1. هلا بدنا نطبق معادلة برنولي على هدول. لاحظوا معادلة برنولي فيش عندي بامب، راح اهمل اللوسز وراح اهمل ما فيش عندي موتور، ما فيش عندي اتش ال ولا اتش ام ولا اتش بي، ما فيش عندي بامبس. فعندي مباشرة بقدر اخذ انه عند النقطة هاي اللي نسميها A، بنفترض المواصفات عند A او الكونديشنز عند A واقارن الكونديشنز عند B. فإذا متذكرين كانت المعادلة عندي اتش A، إذا باخذها اتش A زائد أظن كانت نص في A تربيع على G زائد بي A على رو G، مضبوط؟ بدها تساوي، خلينا A نخليها كلها كابيتال عشان تكون متناسقة، بعدين عندي اتش B زائد نص في B تربيع على G زائد بريشر B على رو G. هلا خلينا ناخذ إذا بدكم نحول هدول، ناخذ اتش A ماينس اتش B، فراح نقول اتش بي على الجهه هاي، فبتصير عندي اتش اي ماينس اتش بي. هذا هو الفرق بالهيد اللي هو دلتا دلتا اتش او دلتا اتش 1 بالحاله هذيك. هلا عندي البريشر، ايش راح اعتبر البريشر عند ايه؟ زيرو جيج بريشر، راح اهمل هذه من هون، وهذا راح يصير عندي هو البريشر تحت عند بي اللي هو بي 3. طب الفيلوسيتي هلا نظريا بقدر اعتبر السرعه زيرو، عمليا هي الها قيمه. ليش؟ الكل فاهم؟ اذا في عندي فلو من هون مش لازم يكون في فلو هون، لكن الفلو هون ايش بقدر اعتبره؟ مهمل. ليش؟ لانه الاريا هاي اكبر بكثير من الاريا هاي، بس هو عمليا نظريا اذا بدنا نكون دقيقين في عندي شويه سرعه هون. اوكي ماشي، الكل فاهم؟ إذا الفلو عند النقطة هاي بيساوي الفلو عند النقطة هاي، معناها A بيج مضروبة في V، في V A، يعني هون بدنا نسميها الأريا تبعت التانك مضروب في V عند النقطة A بتساوي الـ A تبعت الأوريفيس
مضروبة في السرعة، لكن هو اللي بيصير انه في اي علاقة بين في اي وفي بي بتصير في اي صغيرة جدا، لانه الاي تبعت الاوريفيس على اي تبعت التانك مضروبة في في بي، هاي تقريبا بتساوي زيرو لانه هاي فيري سمول. اوكي ماشي فاهمين؟ يعني يمكن يكون قديش تتوقع هذا مثلا هذا التانك لو فرضنا انه مساحته نص متر مربع وهذا القطر تبعه 2 سنتيمتر، فرح تكون العلاقة ما بين هذول إذا نص متر فرح يكون الدايمتر هذاك الكبير 500 سنتيمتر، وراح يكون الدايمتر الصغير من هون فرضا خلينا نقول 2 سنتيمتر، بس هذول نسبة الدايمتر قديش نسبة الإيريز راح تكون؟ قديش هاي بتطلع؟ 2 على 500 يعني كأنها 4 على 1000 مضبوط؟ فبتصير 4 بال 1000 تربيع مضبوط. قديش هذا الرقم بيطلع؟ بيطلع عندي 1 2 3 6 اصفار على 19 على 16 عفوا 1 2 3 4 5 6 اظن اذا حساباتي صحيحه. اوكي اذا شو بنقدر نقول الان؟ حتى لو في اي صفر. اوكي شو ضلت انت عندي العلاقه الاساسيه الان؟ عندي دلتا اتش، عندي في تحت، وعندي بي بي رو جي من هون. هلا البريشر هون راح اعتبر انه البريشر هون لما يطلع هذا الفلويد ويصير له سرعه راح افترض انه البريشر تبعه هون صار زيرو، فراح اهمل البريشر هذا. شو صارت عندي العلاقه الان بين هاد وبين هاد؟ خلينا نشوف شو بتقول العلاقه. بتقول انه دلتا اتش بتساوي نص في بي تربيع في جي، او في بي تربيع بتساوي جي في دلتا اتش على 2 او تساوي هاي تورشيلز ايكويشن. بتقول انه لاحظوا ما اعتمدتش على رو مش هيك؟ اختفت رو؟ ضد اثنين ضرب اثنين وين اثنين؟ هي اثنين حطيتها من هون ضرب اثنين برا قصدك؟ لا يعني فوق عند الجي اثنين فوق اوكي هون لازم تكون هيك قصدك هيك مظبوط اوكي؟ اذا هون لاحظوا رو اختفت شو بتقول لي؟ بقول لي انه سرعه الليكويد اللي طالع من هون تتناسب مع الجذر التربيعي للهيد اللي موجود بينهم. هي معادله تورشيلي، ولذلك طبعا السرعه هون رح تكون اعلى من السرعه هون، اعلى من السرعه هون اللي موجوده هون، وهي بامكانك انت تعملها مثلا تعملها من ناحيه عمليه. تحط فتحات هون تشوف الفلو، وهذا بقدر اجيب منه الفلو تبعك.